في مدرستنا. شاركنا في عرض فني رائع، قدمنا فيه أغاني وقصائد شعرية باللغة العربية. بعد ذلك شاركت مع أصدقائي في ورشات وألعاب تربوية أحببتها كثيرا. فلتحيا اللغة العربية في مدرسة الحنان. الحنان سنحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بتقديم أنشطة فنية وثقافية سيساهم فيها جميع أقسام المؤسسة. وأشكر جميع التلاميذ والتلميذات المشاركين في إحياء اليوم العالمي للغة العربية، وتعد من أكثر اللغات روعة في مختلف أنحاء العالم. اليوم عشت تجربة رائعة في مدرستي. شاركت مع أصدقائي قسمي في مسابقة فنية وثقافية نظمتها مؤسسة الحنان بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. قد حضرنا عرضا فنيا مثيرا نال إعجاب جميع الجمهور وكذلك لجنة التحكيم. لغتي حب، لغتي بهاء، لغتي شمس، لغتي مياه، يضحك للفجر صبحا. وانسجام يفوق كل ضريب، ولها حلة بها تتباهى دائما تبدو في نسيج قشيب. يا بني المصحف الكريم خذوها باعتزاز وقوة ودؤوب. لغة الدار هي روح أمتي وعنوان هويتها. أتعلم في حاسوبي لغة العربية، ما أروع ما
سعيد جدا لأنني فزت مع زملاء قسمي في المسابقة المنظمة من طرف مدرستي. قدمنا عرضا رائعا تحت عنوان صندوق الكنز. كانت تجربة مميزة وشعور الفوز لا يوصف. سأحتفظ بهذه الشهادة بكل فخر كي أتذكر هذه اللحظات السعيدة. شكرا لمؤسستي على هذا الحدث الاستثنائي.